طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نكبس هون ونشغل الإنارة. إجتني رسالة على الخاص إنه في شخص عنده مشكلة صوت وتم حلها بإذن الله، فحبيت أعمل شرح عن مشكلة الصوت. المشكلة كالتالي: أمرات وأنت بتحاول تضرب شيء معين، أو تضرب خشب، أو تضرب حجر، ما في صوت. شو المشكلة وشو الحل؟ خليك معاي وتابع الشرح. طيب، الشرح بسيط. هو لازم تعمل تحديث التعريفات. في 5 برامج لتحديث التعريفات: في الدرايفر بوستر، وفي الديفايس دكتور، اللي هم هدول الأساسيات. تمام. بس في عندي برنامج ومجرب، يعني انا بقول انه ممكن تنزل درايفر بوستر، ممتاز. او في برنامج انا يعني عملت له ابلود على الميديا فاير، حاليا بدي احطه في رابط وصف الفيديو. كيف بدنا نشغل هذا البرنامج؟ بكل بساطة، هو بيكون على هذا الشكل. تمام. بنعمل له استخراج للملفات، بتعمل له سيت اب كامل قبل ما يوصل لهذا الملف. بعدين بتروح على فتح موقع الملف، وبس بتنسخ هذا الملف جوا الملف هذا، لحتى تصير عندك النسخة اللي هي نسخة برو. النسخة البرو المدفوعة، يعني الكاملة، بتعمل سكان، وبعدها يعني بشكل سريع جدا بيطلع لك انه في كرت الصوت بحاجة الى تحديث. وطبعا هذا مع تحديث راست، اغلب الكروت الصوت القديمة لازم تنعمل لها تحديث. هون بيجي بيقول لك تحديث الكل، وبهيك بتكون انت حليت المشكلة الى النهاية. ان شاء الله يا رب يكون الشرح عجبك، وان شاء الله يكون هيك افادك. ولو افادك يعني لو تضع لايك واشتراك، لانه في كتير اشياء راح نعرضها على هاي القناة بخصوص راست ان شاء الله. وشكرا جزيلا.